أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لا زال الحديث موصولا بشرح حاشية الصفتي المالكي على الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشموية. وما زلنا في باب أقسام المياه، وقفنا عند الماء المتغير بأجزاء الأرض، الماء المتغير بما خالطه من أجزاء الأرض اللي هو بما لا يمكن الاحتراز عنه، كما إذا تغير بقراره أو بشيء مما لا ينفك عنه غالبا، كالماء المتغير بالسبخة وهي التراب المالح، أو الحمأة الأرض الطين الأسود المنتن والماء يمر عليه، كل ده لا يضر في الماء يعني، أو الماء الجاري على معدن من معادن الأرض كالزرنيخ أو الكبريت أو نحو ذلك، كل ده طبعا لا يضر. فلو تغير بطول مكسه أو بمتولد منه كالطحلب، الطحلب الخضرة التي تعلو على وجه الماء، فالظاهر من كلامهم أنه يجوز استعماله حتى ولو مع وجود غيره. ليه؟ لأنه ده متغير بما لا يمكن الاحتراز عنه، لأنه الطحلب ده متولد منين؟ من الماء، زي السمك متولد من ايه؟ من الماء. فالظاهر من كلامهم وهذا هو المعتمد أنه يجوز استعماله ولو مع وجود غيره، ليه؟ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه الذي خلط بالماء. وعن مالك كراهته حينئذ، قال وهذا ضعيف. ويمكن نظرية الإمام مالك في أنه قال يكره استعماله من الناحية الطبية، من الناحية الطبية، لأنه لا شك أن الماء يعني الذي يتغير بالخضرة والتعفن لا شك أنه من الناحية الطبية يضر بالعينين ويضر بالأنف، لا شك أنه مليء بالجراثيم والميكروبات، يعني لو وجد غيره يبقى يقدم الماء المطلق الصافي على هذا المتغير بقراره أو مما تولد منه. يعني دي وجهة الإمام مالك رضي الله عنه، لكن يعني معنى الكراهة يعني الجواز مع الكراهة، وليس الجواز بمعنى يعني الكراهة بمعنى البطلان، لا، الكراهة يعني معناها الجواز مع الكراهة، يعني الأفضل غيره، ما دام غيره موجود يبقى الأفضل أن يستعمل الماء المطلق اللي هو لم يتغير بشيء لا شك. ثم قال ولا وكذا لا يضر الماء المتغير بمغرة بفتحتين، ويجوز سكون الغين بمغرة، يعني في ضبط بمغرة وفي ضبط بمغرة، سكون الغين أو بفتح الميم
والغيب بمغرة أو بمغرة. وهي الطين الأحمر، الحمأة طين إيه؟ أسود، والمغرة طين أحمر، لأن الأرض فيها هذا اللون وهذا اللون، طين أسود وطين إيه؟ أحمر. والمغرة لا تضر، قال ولو صنعت منها، اللي هي الأواني، يعني الطين الأحمر ده لو عملنا منه أواني برضو تغير الماء لا يضر، لأنه من جنس الإيه؟ الأرض. ولذلك قال ولو صنعت منها أوان فتغير الماء بمكسه فيها كما قال الأجهولي. ونصه نص الأجهولي وإذا جعل من المغرة إناء ووضع فيه الماء وتغير فإنه لا يسلب الطهورية. ليه؟ لأنه تغير بما هو من جنس الأرض أو تراب، تغير الماء بالتراب ولو طرح فيه قصدا، ولو طرح فيه قصدا، أي ولو طرح كل من المغرة والتراب في الماء قصدا ولو كان التغير كثيرا فإنه لا يضر لأنه من جنس الأرض، لأنه ليس من صنع الإنسان المغرة أو الحمأة، ليس من إيه؟ من صنع الإنسان، إنما هي من جنس الأرض. فلا فرق بين إن الماء يجري عليها أو نعمل منها أواني كالقدور مثلا، ثم إيه؟ وضعنا فيها الماء وتغير الماء لا يضر. قال فهذا كله طاهر يصح منه الوضوء، زي مثلا الجير، الجير من جنس الأرض، الجير من جنس الأرض، الماء المتغير بالجير زي الماء المتغير بالتراب لأنه من جنس الإيه؟ من جنس الأرض. أو الجبس برضو متغير برضو بجنس بما هو من جنس الأرض، في القرآن قال كده ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، وده اسمه علم طبقات الأرض. ليه؟ الجس؟ الجير والجس في فرق ولا؟ لا مش فرق، لا من لا من حيث المادة بس، تسأل عنها المبيضين قول له ايه الفرق بين الجير والجبس؟ طبعا ده له استعمال وده له استعمال، كله ابيض، لكن هو يعني مثلا تقول ايه؟ يقال له الجس، العوام يقولوا الجبس، لكن هو اسم الجس بالصاد الجس. وفيه القص، القصة برضه اللي هي عند النساء تسمى القصة، تشبه ماء الجير القصة، لكن برضه القصة دي برضه بيستعملوها في البياض برضه. كل ده أنواع يعني يعرفه الذين يبيضون الحوائط، كله من جنس الأرض والجبال. يعني الآن الطوب الأبيض البلوك يسموه البلوك، هذا مقطوع من الجبال وطبيعي يعني لم يدخل النار. الجبال هنا في المنيا جبال بيضاء يعني لا تستطيع النظر فيها من شدة بياضها، يعني كالسقف، لا أكثر من السقف، أكثر من هذا البياض، يعني مررنا عليها فعلا يعني لا تستطيع من جدة السطوع أن تنظر فيها، خصوصا لما يكون الشمس طالعة يعني يكل النظر إليها. سبحان الله.
ومن الجبال جدد بيض، أي قطع بيض. وبعدها تلاقي جنبيها جبل أحمر وجبل أصفر، كل متلاصق، لكن القدرة، القدرة الإلهية. نعم، ها سبحانه وتعالى، آية من آيات الله. يعني أنت تنظر إلى الخضروات مثلا والفواكه، مش كله بيسقى بماء واحد والأرض واحدة؟ طب الباذنجان زي التفاح مثلا، ذكرها في النخل، ها، أو الفلفل زي المانجا، الاثنين يسقى بماء واحد، سنوان، أيوه سنوان وغيره سنوان يسقى بماء واحد، أيوه، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وإن كانت الطماطم الآن تساوي المانجا في السب، أي ما دام من ضمن اللي يعني عجائب الزمان، يعني من ضمن عجائب الزمان إن الشيء الرخيص جدا يساوي الشيء الغالي جدا، حاجة عجيبة يعني. قال فهذا كله طاهر يصح منه الوضوء. ايه اللي كله طاهر؟ اللي هو تغير بما هو من جنس الارض او بما تولد من الماء كالطحالب والاسماك. بعدين بيقول تنبيهان، التنبيه الأول قال لا يضر تغير الماء بالملح ولو طبخ به. وحاصل هذه المسألة أن الملح إن كان أصله ماء وجمد فلا يسلب الطهورية على المعتمد، يعني الماء حينما يذوب خلاص، الملح حينما يذوب في الماء بعدين يجمد كالثلج ثم يفك تاني يسيل ويصير سائلا لا يسلب الطهورين، برضه هو ماء طهور يستعمل في العبادات. يعني كونك انت دوبته في المية وجمدته وفكيته ما زال أي الماء المالح طهورا يصح منه، فلا يسلب الطهورية على المعتمد أو باتفاق، لم يختلف في هذه المسألة شيء. وإن كان مصنوعا من نبات الأرض كالأراك فيسلب باتفاق، الملح يعني لما يكون مصنوع، إذا صنع من شجر معين يبقى خلاص ما دام دخلته الصنعة يسلب الطهورية. وإن كان مصنوعا من تراب أو معدنيا يؤخذ من معدنه حجارة فالمعتمد عدم السلب، أيضا المعتمد عدم السلب. ليه؟ لأنه الصنعة لا تخرجه يعني عن كونه طهورا، لأنه هو متولد منين؟ الملح يعني متولد من الماء، البحر المالح، البحر الأحمر، البحر المتوسط، أنت لا تستطيع أن تشربه ومع ذلك تتوضأ منه. حتى الماء العذب لو دورت فيه الماء وأصبح ماء مالح برضه هو ماء طهور. الصنعة هذه يستلزم بعض الأشياء؟ لا، بيقول مصنوع من نبات الأرض، لو الملح مصنوع من نبات الأرض، صنعنا من نبات الأرض ملحا، يبقى هذا الملح ليس متولدا من الماء،
إنما متولد منين؟ من النبات، يبقى ملح مصنوع. لكن اللي هو من جنس الأرض الصنعة لا تغيره. أنت لما تذوب الملح نسميه حاجة ثانية ولا هو ماء مالح برضه؟ ماء مالح. برضه من جنس الأرض، هي برضه. يعني لو حولنا التراب إلى ملح هو ماء، هو ملح. هنا ذكرنا قبل كده مسألة أنه لو مات الخنزير أو الكلب في أرض مملحة صار طاهرا، لأن اسم عدي ده تبع قانون الاستحالة، تحول الكلب أو الخنزير إلى ملح. أنت لو رميت خنزير أو ميت يعني في أرض مملحة تيجي تفتش عليه تلاقيه ملح، يعني معالم الخنزير راحت ذهبت وأصبح ملحا، زي الخمر الذي تحول إلى خل. الخل حكمه إيه؟ طاهر، والخمر في أصله نجس، لكن ده اسمه الاستحالة، يعني التحول، تحول إلى شيء آخر. يعني أنا لما أشوف ملح أقول كلب، فين الكلب؟ ورينا، مفيش كلب. طب أنت تقول ده خنزير كان هنا، طب فين هو؟ لو مسكته ملح يبقى خنزير منين؟ فين الخنزير؟ عين الخنزير أين هي؟ لا توجد. يعني أي حيوان لو ألقيته في أرض مملحة يتحول إلى ملح. يعني عين الحيوان التي لا تراها ولا تجد، تراها ملحا. خلاص. الخمر صار حجرا، يقول عليه خمر. طب اشرب حجر. يبقى ده اسمه قانون الاستحالة، تحول. يعني زي البيضة النجسة حطيناها تحت الفرخة أخرجت كتكوتا حيا، نقول ايه؟ نجس. كله حي طاهر، طب نجس ليه؟ ايه الفرق بين الديك الحي والديك الحي؟ ده أصله بيضة طاهرة وده أصله بيضة نجسة، لكن يعني الكتكوتان حيان. احنا لو جبناهم تقدر تفرق بينهما من غير انت ما تعرف، تقدر تقول ده اصل بيضه ميته وده اصل بيضه من الحيه. لا، يعني البيضه لو خرجت من الفرخه الميته نجسه، طيب وضعناها تحت الايه؟ الطائر، فاخرجت فرخا حيا، نقول ايه؟ أصلها نجس؟ لا، ما تحولت إلى شيء حي، تحولت إلى شيء حي فأصبحت إيه؟ كل حي طاهر. هي بتجري على الأرض تقول عليها نجسة؟ طب نذبحها لك ونشوها لك هتاكلها، مش هتقول نجس. أنت ذبحت هذيك وسويتها هتقول عليها إيه؟ هتقول لها ما كلهاش؟ هتاكلها. زي سيدنا خالد بن الوليد لما جاء بالضب المشوي امام النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش ياكله النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا احرام هو يا رسول الله؟ قال لا، لكنه ليس بارض قومي فارى نفسي تعافه. يعني ما كنتوش قبل كده لأنه مش موجود في مكة، يوجد بعيدا عن مكة. قال له أحرام هو يا رسول؟ قال لا. فاجتره سيدنا خالد وأكل ضب مشوي زي السمك المشوي، أنا مش حرام خلاص. يعني إنا جبنا لك فرخة أصلها أصل البيضة اللي خرجت منها ميتة وشويناها لك، هتقول لا مش هاكلها؟ هتاكلها. التنبيه الثاني، قال ابن عمر لو كان في أصل الماء شجرة فتغير لون الماء أو طعمه
أو ريحه من عروقها فإنه لا يضر مطلقا. مسمرة أم لا؟ على المعتمد كما قال الحطاب والشبرخيتي وغيرهم. يعني شجرة وتحتها عين ماء، الشجرة دي من النوع المر، في أشجار مرة تطرح ثمرا مرا، يعني المر ده الصمغ المر الموجود عند العطارين ده مأخوذ من شجر، كشجر الحنظل. الحنظل ده شيء تاني، شجر الحنظل ده شيء تاني. فهنا تأثر الماء من أصل الشجرة، فالماء أصبح إيه؟ مرا لا يضر، لأنه هيأخذ حكم إيه؟ المتغير بقراره. وحد وضع لها المرار؟ لا. والشجر ده من جنس الأرض، يخرج من الأرض، يبقى تغير الماء من شيء من جنسه وهو الشجر، سواء تغير اللون أو الطعم والراحة لا يضر. بعدين قال خاتمة، قال الزرقاني: المياضي والمغاطس. المياضي اللي هي الميضة، الميضة اللي انت بدي خش الدورة وتتوضى في المساجد، أصحابي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمغاطس التي كانوا يجعلونها للاستحمام، يقال له مغطس، بيعمل حوض كبير مليء بالماء، فكان الناس يغتسلون فيه، يسموه المغطس. المياضي والمغاطس المعدة للوضوء والغسل، إذا تغير أحد أوصاف الماء لا يصح منه الوضوء والغسل، وهذا فيما تطول إقامة الماء فيه، لأن هي عبارة عن إيه؟ عن حيضان كبيرة. المياضي زمان ما فيش حنفيات، كان الحوض واسع ومليء بالماء والناس يتوضؤون منه، فأحيانا يكون الحوض كبيرا فيبقى أياما وأشهرا فيتغير اللون والطعم والرائحة من طول المكس وكسرة الاستعمال. الأيادي تختلف من إيه؟ من يد اليد يعني. قال: وهذا فيما تطول إقامة الماء فيه، وأما ما تجدد له ماء آخر ويبقى بعضه ويصب عليه ماء آخر جديد كمغاطس الحمامات، أي بحيث يغلب على الظن زوال تغييره، فيجوز منه الوضوء والغسل. يعني زمان كان بعض المساجد الكبرى فيها مياضئ ومغاطس حيضان كبيرة تدور عليها الساقية. في الأزهر الشريف كان فيه ميضأة كبيرة جدا، وكان بجوارها ساقية كمان، يعني الحيوان يدور ويطلع ويفضي في إيه؟ في الحوض الكبير، والناس يتوضؤون منها مع كثرة العدد، عدد كبير من الناس. طبعا الماء متجدد، الماء في الحوض متجدد، بيدخل عليه ماء جديد والناس تستعمل القديم. مهما تغير مع كثرة اللعب باليد فيها أو الناس يغتسلون فيها، يبقى هذا لا يضر، لأن الماء هنا إيه؟ متجدد. لأنه هنا تغير الماء ليس بجنس الإيه؟ الأرض، إنما تغير بسبب يعني وضع الأيادي فيه، فكأنه بيخاف العلماء من أنه تغير أحد الأوصاف
بسبب ما بأيدي الناس، وما بأيدي الناس لا يعلم طهارته من نجاسته. عشان كده بيقول يعني إذا تغير لون أو الطعم أو الرائحة مع عدم التجديد في الماء، مع عدم التجديد، لكن لو فيه ساقية تصب فيها أو ناس يأتون بماء جديد ويصبون على الماء القديم يبقى كده إيه؟ لا يضر، يستعمل. طبعا الشافعية لا يجوزون هذا الماء، الشافعية والحنابلة يقول لك ده ماء مستعمل اللي هو إيه؟ يأخذوا منه بديهم، يعني بقية الماء الزائد من المتوضئ أو المغتسل عند الشافعية لا يجوز استعماله، لا يجوز. عند نحن يجوز. ها؟ أيوة نعم. سعة، اختلاف السعة. نعم. لا مطلقا ما لهمش داعي بالتغير خالص، اسمه ماء مستعمل. أيوة يعني لازم يتوضوا بماء طازه. تعرف الطازه ولا لا؟ طازه يعني ايه؟ لم يضع احد يده فيه، فهمت؟ هذه معنى كلمه ماء مستعمل. مستعمل يعني وضعت فيه اليد خلاص، ما دام وضعت فيه اليد خلاص. زي الاسد ما ياكلش الزايد من حد، لازم يصيد جديد. تعرفش كده؟ الاسد لا ياكل فضله احد. يعني لو حيوان مثلا كلب او ضبع او فهد او نمر او زاد منه مثلا حته ورك مثلا، الاسد ما يروحش ناحيه، لازم يصيد جديد. يعني الحيوانات تاكل من وراه وهم ما ياكلش من وراه. مش الملك كده؟ الملك هكذا، خدت بالك ولا لا؟ يعني ده من 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 صفات الاسد انه لا ياكل فضله احد. لازم ياكل طازه. كذلك الشافعية لازم يتوضوا بماء طازج زي الأسد. قال وزعم بعض الحنفية أنه لا ينبغي استعمالها لإهامه الشك في الحكم الذي قبله، الحكم الذي قبله. اللي هي بالنسبة للمياطئ والمغاسل. ورد على الحنفية يعني بأنه لا إهام فيه، بل فيه غاية التعظيم المطلوب كما يدل عليه بعض الإيه؟ اللي هي والله كلمة والله أعلم، ويقصد كلمة والله أعلم. قوله والله أعلم فيه إجازة، إشارة إلى جواز استعمال هذه اللفظة. كلمة والله أعلم بعد بيان العلم في المسألة. لازم يقول الإنسان والله أعلم، حتى بعض العلماء يقول والله أعلم بالصواب، يعني كأن هذا اجتهاد في الفهم، في فهم العلم، ولازم يفوض الأمر إلى الله لا يقطع بصوابه قوله، لأنه يعني هناك ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله قيلا. يعني من الخطأ بعض الناس المتقولين في العلم يقول لك وهذا هو الصواب، مين قال لك هذا يا بطل؟ يعني هل أنت يعني أعطاك الله الصواب؟ هل أعلمك أن هذا هو الصواب؟ يبقى لازم تقول والله أعلم، والعلم عند الله، والله أعلم بالصواب. لازم يقول هذا عشان هضم النفس، عشان يبعد عن العجب والغرور.
قال ورد بأنه لا إهام فيه. يعني بعض الحنفية يقول إيه كلمة والله أعلم توحي بأن الشك فيما قيل في المسألة. لا ده قال بل فيه غاية التعظيم المطلوب لله كما يدل عليه بعض الأحاديث، بل القرآن دل عليه كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وقد قال علي رضي الله عنه ما أبردها على كبدي اللي هي الله أعلم، إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم كما قالت الملائكة. قال يا آدم أنبئهم بأسماء، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله. بعدين الملائكة لما سئلوا قالوا لا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فسيدنا علي كان يقول ولماذا أستحي مما لم تستحي منه الملائكة، لما كان يسأل عن مسألة مثلا لا يعلمها يقول الله أعلم أو سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا هو الذي ينبغي يعني. وقوله على طهارة وقسمها إلى صغرى، ولما أنهى الكلام على الماء المطلق شرع في الكلام على طهارة الحدث وقسمها إلى صغرى وكبرى وبدل عنهما. وبدل الصغرى وهو الوضوء وما يشتمل عليه من فرائض وسنن وفضائل مبتدأ بالأول. قوله على طهارة الحدث لما أنهى الكلام على المطلوب، أنهى الكلام على أقسام المياه يعني، شرع في طهارة الحدث وأراد بالطهارة يعني الفعل الذي هو التطهير، ولم يرد بها الصفة الحكمية التي عرفها ابن عرفة. ليه؟ لأنه في طهارة حكمية، طهارة حكمية يعني حكم الشارع بإزالتها عند استعمال الماء. عندنا حدث أصغر وحدث أكبر، حينما يتوضأ الإنسان ويغسل الأعضاء المعينة للوضوء الواردة في الآية، آية الوضوء يعني الذين آمنوا إذا كنتم من الصلاة، حكم الشارع بالطهارة الصغرى التي تبيح الدخول في الصلاة، دي اسمها طهارة حكمية، أي حكم الشارع بها لمن توضأ أو اغتسل أو استعمل البدن اللي هو التراب، دي اسمها طهارة حكمية، لأن الشارع حكم على المحدث بأنه محدث، يبقى حكم بالحدث، استعمل الماء حكم عليه بالطهارة، وحكم على الجنب المحتلم أو المجامع أو الحائض أو النفساء بأنه محدث حدثا أكبر، فإذا اغتسل للبدن كله حكم عليه بالطهارة الكبرى وزوال الحدث الأكبر. خلي بالك كلمة طهارة الحدث يعني زوال الحدث، بعد أن كان محدثا صار طاهرا سواء حدث أصغر أو حدث أكبر. ولذلك وقسمها إلى صغرى وكبرى. فإن قلت أفعل التفضيل إذا جلد من الآل والإضافة فحقه أن يلزم الإفراد، الإفراد والتذكير. فالجواب أنه ليس المراد هنا حقيقة المفاضلة، بل هي تسمية اصطلاحية، تسمية اصطلاحية.
قوله وبدل عنهما يحتمل أنه معطوف على ما قبله، كلمة وبدل عنهما صغرى وكبرى وبدل، ويدل كل قسم في حكمه، فلا يلزم الزيادة على قسمين، ويحتمل أنه معطوف على طهارة الحدث، والعطف يقتضي المغايرة بناء على أن المراد بالطهارة ما يرفع الحدث، والتيمم لا يرفع الحدث وإنه هو مبيح فقط. يعني عايز يقول أن الطهارة المائية هي التي ترفع الحدث، هي الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى، الوضوء أو الغسل. أما التيمم عندنا نحن المالكية لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الدخول في الصلاة لعدم وجود الماء، هو يبيح، ولذلك لابد من استعماله عند كل صلاة بخلاف الماء. الماء ممكن تتوضأ وتصلي به 5 أوقات ما دام أنت محافظ عليه، لكن التيمم عشان هو مبيح يبقى مجرد السلام من الصلاة والانتهاء من الصلاة خلاص ذهب التيمم. ده عند المالكية هذا، لكن عند الحنفية التيمم كالوضوء يفعل به كل شيء، يصلي به وقت واثنين وثلاثة كما يشاء. حنفية. والضمير في منهما راجع للطهارة الصغرى والكبرى. أفاده الشيخ في الحاشية مع زيادة من حاشية شيخنا الأمير. وقوله وهو الوضوء ذكر الضمير مراعاة للخبر الذي هو الوضوء، ولو راعى المرجع لقال وهي، بالنسبة للطهارة للطهارة كلمة وهي يعني ذكر وهو الوضوء مراعاة للخبر للخبر. ولو راعى المرجع مرجع الضمير للطهارة كان يقول وهي، لكن مراعاة الخبر أفصح. وقوله وما يشتمل عليه أي من اشتمال الكل على أجزائه، بدل كل من كل يعني بدل اشتمال يعني ما يشتمل عليه من فرائض وسنن وفضائل، فيه إشارة إلى أنه ينبغي للشخص تمييز ذلك، لكن لو لم يميز بعضها من بعض فوضوءه صحيح المعتمد إذا أتى بوضوئه على الوجه المطلوب. وكذا لو اعتقد أنها كلها فرائض، أما إن اعتقد أنها كلها سنن أو مندوبات فالوضوء باطل. يعني إن عندنا في الطهارة الصغرى أو الكبرى أو الصلاة برضه نفس الحكم هو هو، يعني إذا لم يميز العامي بين فرائض الوضوء وسننه وفضائله، أو فرائض الغسل لم يميز بين فرائض الغسل وسننه وفضائله، أو لم يميز بين فرائض الصلاة وسننها وفضائلها، لا شيء عليه، المهم يعتقد أنها تشتمل على فرائض وسنن ومندوبات. لكن لا نستطيع أن نطالب العامي بأن يميز بين الفرائض والسنن والمندوبات، وإلا طبعا سقط في هذا الاختبار، لأن هذا لا يعرفه إلا أهل العلم فقط، لكن عوام الناس لا يعرفوه. لكن يجب عليه أن يعتقد أن الغسل أو الوضوء أو الصلاة تشتمل على فرائض وسنن ومستحبات. لا يشترط التمييز، لكن قال لو اعتقد أنها كلها سنن وفضائل في الوضوء والغسل باطل، الوضوء باطل، الغسل باطل، الصلاة باطل، لأن يعني مش معقول طبعا أن العبادة المفروضة كلها سنة، أما تبقى هي سنة
لكن لا، لابد يعتقد انه في اشياء لو لم تفعل كانت باطل، لان السنن اذا لم تفعل، يعني لو واحد غسل الوجه فقط، يعني لم يغسل يديه قبل الوضوء في البداية، يعني غسل الوجه وغسل اليدين للمرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، الأربع فرائض اللي نص عليها القرآن، هذا صواب، هذا صواب. ليه؟ لأنه فعلا اقتصر على الفرائض. حد يقول له باطل؟ لا. فالسنن لو تركت عمدا فالعمل صحيح. السنن في الوضوء وفي الغسل وفي الصلاة، لكن الفرائض لو تركها، يعني غسل نصف الوجه ونصف الذراع ومقدم الرجلين، ينفع؟ نقول ايه، تطهر نصف الطهارة؟ لا يصل. ده لو ترك مقدار خرم الإبرة من غير وصول الماء بعض، خرم الإبرة في أدنى من هذا، سن الإبرة كده بدون وصول الماء إليه، لأن تعميم أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل بالماء فرض متفق عليه عند جميع المذاهب. قال فلو ترك مقدار شعرة أو إبرة فالوضوء باطل والغسل باطل، زي لو ترك أي سجدة في الصلاة، يعني صلى الأربع ركعات وترك سجدة واحدة، ينفع؟ الصلاة تنفع؟ لا تصلح. أهو ترك ركنا، أنه يعني صلى الأربع ركعات كاملة، جاء في آخر سجدة، آخر ركعة يعني، وآخر سجد سجدة وأطال فيها وقال خليها طويلة تسد على الاثنين. نقول بالصلاة إيه؟ باطلة، لأنه ترك سجدة فريضة. لكن السنن لا تبطل الإيه؟ الصلاة. خلاص؟ المغرب وجه؟ نعم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.